7 سنين لأقف مجدداً مهول الخسارة، لكن الأصعب منها هو أن يشعر أي واحد منا ولو للحظات أنه يعيش مع الكاتب جنباً إلى جنب. النقطة الإيجابية في بيان حزب الله أمس أنه ينتظر نتائج التحقيق، ونحن كذلك. وقد توجهت إلى الحزب في مقالة أمس أدعوه إلى مساعدة التحقيق والأجهزة القضائية بما لديه من إمكانات معروفة، لا لنفي التهمات بل لتحقيق التي أجدد اليوم تمسك المحكمة الخاصة بلبنان سبيل الحقيقة. يعطيكم العافية. في 12 كانون أول 2005 طالت يد الإجرام الوحشي رمزا من رموز لبنان الوطنية الشابة النائب والأخ جبران تويني. لقد كمن له المجرمون مجرمون جبناء بوضع سيارة ملأة بالمتفجرات لحظة مروره بسيارته فأردوه قتيلا مع رفيقيه. في جنازته وقف والد المفجوع المرحوم الأستاذ غسان تويني عميد الصحافة في لبنان، وقف داعيا لدفن الأحقاد مع ابنه الوحيد. لم تحمل العائلة حقدا على أحد، وانحصر همها بأن يبقى ديك النهار يصدح كل صباح منارة للرأي الحر والحقيقة والسيادة والكرامة الوطنية، وأن يبقى لبنان رمزا للحرية والديمقراطية. وضع القضاء اللبناني يده على القضية وانطلقت التحقيقات لمعرفة من يقف وراء جريمة هذه الجريمة الشنعاء، وقد أمددناه بكل ما توفر لدينا من الأدلة ورسائل التهديد الخطية أو الإلكترونية التي كانت تصل إلى الشهيد وهي بمعظمها سورية المصدر. غير أنه من المؤسف اصطدمت التحقيقات بحواجز أمنية وسياسية حالت دون التمكن من كشف الجريمة ومنفذيها والآمرين بها، هذا بالرغم من الشبهات الجدية التي كانت تحوم حول دور المخابرات السورية في جريمة الاغتيال. إلا أننا لم نيأس يوما من أن الأيام ستكشف المجرمين فيتحقق العدل ويستكين وتستكين روح جبران. وشاءت الصدف أن تنطلق الحركة الشعبية في سوريا وأن ينشق عن النظام عناصر يملكون معلومات عن الأحداث الدامية التي حصلت في لبنان، ولسيما موجة الاغتيالات السياسية التي طالت كبار قادة هذا البلد. ومنذ أيام قليلة نشرت قناة العربية الحدث التلفزيونية نص برقية صادرة عن عميد كان يتولى رئاسة فرع المعلومات في المخابرات السورية تحمل تاريخ اغتيال الشهيد جبران تويني، أي 12 كانون الأول عام 2005، مفادها حرفيا الجمهورية العربية السورية إلى المستوى الأعلى دمشق، القصر الجمهوري، جهاز المخابرات الخارجية، فرع العمليات 235/1 برقية. التاريخ 12/12/2005، الرقم 2234، السيد اللواء أصف شوقت. نحيطكم علما وبمساعدة عناصر من مخابرات حزب الله بخصوص المهمة 213 الموكلة إلينا بتاريخ 10/12/2005، تم تنفيذ المهمة بنتائج ممتازة. مرفق تفصيلي عدد 1 العميد حسن عبد الرحمن. إنها وثيقة من سلسلة وثائق سرية مسربة من أجهزة المخابرات السورية والتي تبثها محطة العربية. ترتدي هذه الوثيقة بنظرنا طابعا جديا لا يمكن تجاهله بالنظر لما تتضمنه من مدلولات جرمية واضحة مرتبطة باغتيال الشهيد جبران تويني، لأن عامل التزامن في عملية اغتيال جبران تويني وهي الحدث الوحيد الهام الذي حصل في تاريخ 12/12/2005 ما يستدعي وضعها بتصرف القضاء اللبناني وبصورة خاصة المحقق العدلي في هذه الجريمة، بالإضافة إلى إيداعه القضاء الدولي للتحقيق في مضمونها ولاسيما مع الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه البرقية، ما دفعنا إلى تقديم مذكرة اليوم بالذات باسم ورثة الشهيد جبران تويني تتضمن ادعاء شخصيا ضد العميد حسن عبد الرحمن والعميد الركن صقر منون
وكلاهما ضباط في المخابرات الجيش السوري، للتحقيق معهم في صحة ما ورد فيها ولمعرفة ما أن حول المعلومات الواردة حول أن عناصر من مخابرات حزب الله قد ساعدوا في تنفيذ عملية الاغتيال، لاتخاذ الموقف المناسب في حال ثبوت صحة البرقية ومضمونها. إن الهدف من طلبنا هذا هو متابعة التحقيق لكشف المجرمين الذين اغتالوا الشهيد جبران طويني، وللتأكيد على أن قضية جبران طويني ورفاقه الشهداء لم تمت ولن تموت، وهي حرة حية في ضمائرنا، بل أكثر، هي أمانة في أعناق كل الأحرار وطلاب العدالة. فنحن لا نهدف إلى تحريك السكين في الجرح، وهو كما تعلمون جرح عميق ومؤلم، ولا نهدف إلى إطلاق اتهام جزافا. إن هدفنا معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة، وهدفنا الأهم أن نوجه رسالة واضحة للمجرمين الذين اغتالوا شهداءنا الأبرار، والذين لا يزالون يتربصون بنا يحاولون اغتيالنا. إن الاغتيال السياسي مرفوض في لبنان والعنف مدان، وإننا سنواجه كل من يحاول اغتيال لبنان الذي نشأ دولة ديمقراطية تتيح لأبنائها حرية التعبير والرأي، ولن نقبل بأن يصبح لبنان ساحة فالتة يستبيح فيها حامل السلاح أرواح الأحرار وحقوقهم وأمنهم. ولأننا نؤمن بلبنان وبنظامه الديمقراطي وبسلطاته الدستورية ولا سيما السلطة القضائية، لن نستبق التحقيق، ولن نوزع الاتهامات، ولن ندين أحدا قبل اكتمال التحقيق وكشف هوية الجنات ومن يقف وراءه. وأننا مصممون على وضع ثقتنا في القضاء اللبناني للتحقيق في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الشبيهة، وذلك رغم الظروف السياسية والأمنية الضاغطة التي تعرقل مساره، كما جرى في حالات شبيهة ماضية، ومنها قضية اغتيال الرؤساء بشير جميل وروني معوض، وقضية اغتيال الضابط الشهيد سامر حنا وغيرهم. بالإضافة إلى أن نعلم مسبقاً الصعوبات التي يواجهها القضاء اللبناني في ملاحقة مسؤولين سوريين لأسباب يعرفها الجميع، ولذلك سنتوجه إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تتجاوز صلاحياتها الحدود، والتي تنظر في جرائم الاغتيال اغتيال زعماء لبنانيين، والتي لها صلاحية النظر في كل جريمة متلازمة مع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. سنتوجه إلى المحكمة الخاصة الدولية الخاصة بلبنان لنطلب إليها ضم ملف اغتيال جبران طويني إلى الملفات التي تنظر فيها، نظراً للتلازم بين هذه القضية وقضية اغتيال الرئيس الحريري، ونظراً لأنها حصلت في فترة صلاحيات المحكمة الدولية. كما سنتابع ملف التحقيقات أمام القضاء اللبناني، بانتظار أن تتخذ المحكمة الخاصة بلبنان موقفاً من مطلبنا هذا، فإذا وافقت على الطلب يفترض أن يرفع القضاء اللبناني يده عن الملف ويحيله إليها. أما في حال لم توافق على طلبنا، يكون القضاء اللبناني قد أطلق التحقيق وطلب من المدعى عليهم الوصول أمامه، وفي حال تمنعهم عن الوصول سنطالبه بإصدار مذكرات توقيف غيابية بحقهم وتحويلها إلى الانتربول لتنفيذها. كان من الطبيعي أن نتوجه إلى الحكومة اللبنانية لتضغط معنا سياسياً لتسليم المتهمين أو المشتبه بهم السوريين، إلا أننا وإدراكاً منا لتاريخها السيء في التعاطي بملفات شبيهة، كما تصرفت في محاولة اغتيالي شخصياً عندما سكتت على موقف حزب الله الرافض تسليم أحد كوادره للإدلاء بإفادته حول هذه الجريمة، معطل سير التحقيق والعدالة حتى الآن، وهو ما جعلها أي الحكومة شريكة في تعطيل سير العدالة والقضاء. فإدراكا منا لعجزها وتواطئها مع من يحمي المجرمين، ولأننا لا ننتظر منها موقفا يصون كرامة لبنان ويفعل سلطاته ولا سيما السلطة القضائية، سنمتنع عن أي طلب إليها، وسنكتفي بإحالتها إلى محكمة الرأي العام التي ولا شك ستدينه. وأخيرا، يهمني أن أتوقف عند بيان حزب الله الذي ينفي أي علاقة له من قريب أو بعيد بمسألة اغتيال جبران طويني، وتأكيده
إدانته للاغتيال السياسي وانتظاره أن يقول القضاء كلمته في هذا المجال. وكنت أتمنى على حزب الله لو أنه يحاول تفسير عدم السماح لأحد كوادره المشتبه به بالاشتراك في محاولة اغتيالي بتسليم نفسه للعدالة والإدلاء بإفادته، إلا أنني ومع تمنياتي أن لا يكون للحزب أي علاقة بالجريمة النكراء، أطلب إليه وهو الذي يعلن انتظاره لحكم القضاء أن يسلم المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري للقضاء أولا وينتظر قول هذا القضاء، وأن يسلم المطلوب بمحاولة اغتيالي إلى القضاء لاستجوابه وينتظر قوله، لأنه إذا ما استمر في عرقلة سير العدالة الدولية وعرقلة سير العدالة اللبنانية فكيف يمكن للقضاء أن يقول كلمته وكيف يمكن أن ننتظر أن يقول كلمته، ولا سيما أن حزب الله يصنف القضاة والقضاء كما يشاء ووفقا لمصلحته، فيتهم القضاء الدولي بأنه أداة أمريكية صهيونية، ويتهم القضاة اللبنانيين إذا ما مارسوا صلاحياتهم بأنهم متورطون فاسدون يتلقون الأوامر من جهات سياسية للإساءة إليه. وأخيرا اسمحوا لنا التأكيد على أننا سنسعى إلى كشف كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني أمام القضاء، وإذا تعذر ذلك فإلى عدالة السماء نتوجه، إنما خوفنا سيبقى كبيرا على لبنان، لأن لا حياة للبنان إذا استمرت مؤامرة قتل أحراره، وإذا استمر قسم من أبنائه بالقبول باستباحة سيادته واستقلاله ودافعوا عن هذه الاستباحة، وإذا بقي العنف والقتل أداة لإسكات أصوات أحراره، فلبنان يبقى إذا بقيت الحرية، ولبنان يزول إذا سقطت الحرية، وإذ ذاك يكون الجميع خاسرين نادمين في وقت لا يعود ينفع فيه الندم. وشكرا. شيخ بطرس، سؤالي يمكن رح يكون لحد ما مداخل اكثر من انه سؤال. طبعا حضرتك بعطيك محلي. لا مش مشكل، هيدا الصحافه اللبنانيه. اليوم في وثائق الحكى عنها انه مشرف العربيه يتم الاعتماد على ان الان دليل وكل ما سمعناه من الامس حتى اليوم. السؤال انطلاقا من هذه الوثائق تحديدا، يعني النفي والتشكيك بهذه الوثائق بدأ من أقرب المقربين لمن يدعمون الآن في قمة الثورة السورية، تحديداً قطر، يعني نموذج على هذه الوثائق التي يتم الاعتماد عليها. وثيقة نشرت عن حريق فلاجيو، معرفة حريق فلاجيو في قطر، وقيل أنه بحسب ما نشرت العربية أنه السفير السوري اللي سمته هو طبعاً هاجم إبراهيم تحدثت عن مراسلات بينه وبين الجهات الأمنية كما في هذه الوثيقة، لكن النفي القطري جاء وجاء كبيرا. تبين أن هذا السفير ترك عمله في قطر عام 2006 بينما الحريق صار عام 2012، وبين 2006 و 2012 كان في سفيرين غيره، إضافة أيضا إلى أنه تم إغلاق السفارة بثماني شباط بالوقت اللي ما ورد من وقائع بهذه اللي تم نشرها على العربية تحدث عن تاريخ 18 شباط. أيضا من تركيا المناصر الأكبر الآن الماجري في سوريا أيضا جاء نفي بهذه الوثائق، ونفي جاء من وزير دفاع تركيا عصمت يلماز بما يتعلق بحادثة إسقاط الطائرة التركية، ونفى بالوثائق ما وردته واعتبرت أن هذا تضليل وغير مقبول وفيه يعني نوع من الكذب. كيف الآن يمكن الاعتماد، وحضرتك طبعا المحامي وكيل عائلة الشهيد توني، الاعتماد على هذه الوثيقة ك دليل قانوني، وهل وضع نغمه الادله الظرفيه والتزامن وكل ذلك؟ الحقيقه انا سعيد ممكن بدي انا سعيد لانك طرحت هذا السؤال. اولا تقول انه يمكن صعب جدا من الصعب جدا انه نبني نحن مواقفنا القانونيه والسياسيه على وثائق سربت، ان كانت ويكيليكس ولا كانت العربية. والحقيقة اللي بيعيدني بالذاكرة للوقت اللي كنا عم نتعرض لاتهامات انه في وثائق سربت كمان. انا عم بحكي سياسي وقضاء. الا انه الحقيقة بالجواب القضائي رح روح دغري مباشرة بدون ما اطول الجدل حول الموضوع. هل يعقل
نحن كعائلة جبران طويني انه تطلع وثيقة ايا كانت جديتها تقول الكلام الورد فيها ونحن ما نطلب من القضاء التحقيق فيها؟ يعني الحقيقة اذا كان هذا المطلوب هذا لن نقبل به. نحن تقدمنا اليوم، انا شخصيا تقدمت كمحامي ممثل لعائلة الشهيد جبران طويني امام القضاء بادعاء شخصي على الشخصين اللي ورد اسمهم بهذه الوثيقة وطلبت اجراء تحقيق معهم، وبالتالي اذا تبين انه ليس هناك من صحة لما ورد فيها نحن بنترك القضاء كلمته. وقلت انا لن نستبق القضاء للاتهامات او الإداني. ما في شك في كتير وثائق عم تطلع، في كتير من كتب بالصحف ووسائل الإعلام طبعاً، وفي بتكون مش مسنودة لقضايا جدية، وطبعاً عم نتعاطى فيها ولا سيما كتير على الصعيد السياسي كتير، بس على الصعيد القضائي نحن ما فينا نعتبر إنه في وثيقة بتطلع بتتضمن هذه المعلومات نكبها لأنه حدا يرتقي إنه مش جدية. يمكن تكون مش جدية، بس نحن واجبنا إن نطلب إنه يصير في تحقيق فيها. وأكثر من ذلك أنا بعتقد إنه هذه الوثيقة إذا كان بكاملها أو بنصها مش صحيح على القضاء أن يبين، وإذا كان صحيح على القضاء أن يبين ذلك، بالإضافة إلى أن هذه الوثيقة تعيد إلى الذاكرة أن هناك شهداء قتلوا وغدروا واستشهدوا في سبيل حرية الرأي وفي سبيل كرامة لبنان وسيادته، وأن قضية لن ننساها، وأنه نحن رح نتابع هذه القضية. وإذا عجز القضاء اللبناني بالنسبة للظروف اللي كلنا بنعرفها عن ملاحقة التحقيقات في هذه القضايا، نحن قررنا بنتيجة هذه الوثيقة اللجوء إلى المحكمة الخاصة الدولية الخاصة بلبنان لإلحاق هذه الجريمة النكراء بالملفات التي تنظر فيها المحكمة الدولية. اسمح لي أتصل أخر شيخ بطرس، كيف ستنفون البعد السياسي لهذا التحرك، خاصة مجرد تجاهل وثيقة، الآن تتحدث لا يمكن أن تتجاهل وثيقة، عندما نشر التلفزيون الكندي أحد التقارير الشهيرة وذكرت وثيقة تحدثت عن أدوار العميد وسام الحسن وحول الشكوك في موضوع قضية اختلال رئيس الشهيد رفيق حميد. ما بعرف كان من المصلحة ونحن بجريدة النهار انه حدا يجي يقول انه طلع وثيقة ايا كانت انه نتجاهل وما نطلب التحقيق فيها. يعني المنطق 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 اولا، وبعتقد وذكر هذا الرجل تستدعي منا نتعاطى بجدية مع اي ورقة بتطلع، بقي القضاء يقول كان جدية ولا لا، لأنه صرف النظر عن ورقة بهذه الأهمية بمضمونها، بصرف النظر شو رأيك فيها وشو رأيي فيها، أنه هذا صرف النظر عنها وعدم الطلب التحقيق فيها، أنا بعتقد هذا اغتيال ثاني لجبران الطويني، وأنا ما بعتقد نحن اغتيالهم. أنتم تبررون أنه ما في دافع سياسي الآن تضحص بضابط هذا الاتهام؟ أنا لا أبرر بشيء، أنا لا أقول، لا عم أقول في دافع ولا عم أقول، أنا عم أقول القضاء يقول كأنه في واقعة جدية ولا لا حول هذا الأمر. فيش تحقيق قضائي؟ فيش تحقيق قضائي؟ أنا عم بحكي قضاء هون، أنا عم بحكي بتحقيق قضائي هون. تفضلي. كيف تعاطت المحكمة الدولية مع خبر الوثيقة؟ هل اتصلت بعائلة الشهيد؟ هل استوضحت؟ هل استفهمت؟ يعني أنا فهمت من حضرتك إنه أنتوا طلبتوا منهم لبعثوهم. هلا الحقيقة نحن الحقيقة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الدولية الخاصة بلبنان، لا الملف جبران طويني مش عندها، هلا مش بين إيديها، إلا أنه نحن اعتبرنا أنه من الواجب لأنه حصل الجريمة في الفترة الزمنية لصلاحية المحكمة تطالها. أنا بعتبر أنه من الأسلم إذا كنا نفتش عن الحقيقة أن نطلب إلى المحكمة الدولية وضع يد على هذا الملف وإجراء تحقيق فيه، لأنه لديهم من الإمكانات والصلاحيات ما يتجاوز إمكانات لبنان الضعيفة والقضاء اللبناني تجاه إذا كان في متهم سوري، ولا سيما إذا كان هذا المتهم السوري مسؤولا عسكريا في المخابرات. تفضل. البيان حزب الله اشار الى انه هذه الوثائق يمكن ان تكون رساله توطير للجو الداخلي في لبنان، رساله توطير امريكيه، فبخافوا تفهموا انكم عم تتجاوبوا مع هذه رساله التوطير. ثاني سؤال، حزب الله يضع لحد هلا شفنا يضع المتهمين بخانه القداسه، على اي قضاء تتكلون في ظل امتناع حزب الله عن تسليم اي متهم؟ اولا نحن لنا بخدمه لا الولايات المتحده الامريكيه ولا غير الولايات المتحده الامريكيه، ومش مستعدين لا سمح الله نوتر الجو في بلدنا أو نشعل بلدنا ونعمل فتنة فيه تنخدم مصالح غيرنا. نحن هدفنا الوحيد كيف بدنا نحمي لبنان تيضل لبنان بلد الواحد يعطي رأيه بدون ما يقتلوه إذا كان رأيه مش من رأي السلطة، كيف بدنا نحمي اللبنانيين وأمنهم من انتشار وتفشي السلاح في وجه الجرائم اللي عم ترتكب واللي عم نشوفها يوميا، كيف بدنا نذكر أنه هذا بلد ديمقراطي، كيف بدنا نذكر أنه في شهداء لنا سقطوا
وانه يجب التحقيق في مجرى في 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 اغتيالهم وكشف من ارتكب الجريمه. نحن مش بخدمه حدا. ونحن الحقيقه اثارتنا لهذا الملف موضوعيه، اثرناها بشكل كثير عقلاني وبشكل كثير مسؤول، وقلنا نحن عم نلفت عم نطلب من التحقيق من القضاء اللبناني ان يحقق في معلومات وارده في محطه اعلاميه معينه تيتبين اذا كانت صحيحه يتعاطى معها على اساس صحيحه، واذا كانت مش صحيحه بياخذ موقفها منا. ابدا لا نساهم ولا نريد ان نساهم، ولسنا من الفئه التي تساهم في تعكير الجو في لبنان، لانه هدفنا الوحيد والسلم الاهلي فيه. شيخ محمد سيدي، ما راوا على اغتيال الدويله، وهيدي اول مره يمكن تحقيق بهالمرحله بيظهر هالقد الى العلن، هل بتعتقد انه هيدي الوثيقه رح تعجل في سير التحقيق القضائي؟ بالحقيقه خليني بس اقول بشكل كثير واضح وبدون ما الحقيقه لازم الناس تعرفها، التحقيق بملف جبران طويني ما في للحقيقه محتوى. في عنا جريمة، التحقيق في ملف جبران طويني، اغتيال جبران طويني ما فيها مضمون، يعني ملف ما في مضمون. في عندنا الرسائل اللي كانت بلغها جبران طويني اللي هي رسائل تهديد إلكترونية، وفي رسائل مكتوبة بالخط كمان تهديد له بالقتل و ومعظم مصدرها هو سوري. وضعناها بيد التحقيق الدولي وبيد التحقيق القضاء اللبناني للكشف من وراءها واستدعاء التحقيق. تأسفوا لأنه بعد سنوات، سبع سنوات، حتى الآن لم يمثل أحد أمام القضاء اللبناني، لأنه لم يتمكن القضاء اللبناني أو القضاء الدولي من العثور على أي دليل أو أي بيّنة حول هذا الأمر. مش هناك بتأسفوا لهالكلام، وإنه بعتبر هاي الوثيقة إن شاء الله هاي الوثيقة، يعني أنا طبعا أنا أتمنى أنه نكشف الجريمة نعرف مين عمل، بس إن شاء الله المخاوف الناتجة عن الوثيقة ما تكون صحيحة، إلا أنه ما ممكن وثيقة بهذه الأهمية بمضمونها أن نتجاهلها وكأنه مش موجودة، لأنه متخاف حدا فلان يزعل أو فلان يرضى. نحن عم نعمل واجباتنا القانونية، نحن تاركين للقضاء أن يتخذ الموقف اللي هو بيعتبره موقف ملائم لكشف الحقيقة، ونحن نخضع لقرار القضاء. تفضل. طبعا في مشكلة بتعرفوا هي المشكلة. المشكلة هي ناتجة على انه في اتفاقية قضائية موقعة سنة 51 بين لبنان وسوريا. هذه بتعطي حق للدولة السورية وللدولة اللبنانية بحال طلب احد مواطنيها لتحقيق او للتوقيف وللمحاكمة امام الدولة الاخرى ان يقول ابعثوا لي الملف انا بحاكمه عندي. بهذه الحالة نحن نعرف شو الاحكام بسوريا، يعني نعرف شو المحاكمة العادلة في سوريا. مشان هيك نحن عم نقول بدنا نلجأ اللي عم نفكر جديا، وهذا الموضوع البحث الان، ان نروح باتجاه المحكمه الدوليه لتجاوز هذه العقبه، لانه صلاحيات المحكمه الدوليه تتجاوز الصلاحيات المكانيه والاتفاقات الاقليميه بين دوله ودوله اخرى، وهذا بيفسح في المجال اللي بتسقط الحصالات وبتسقط مضمون الاتفاقات اللي هي بتسمح لدوله تقول انا ما بعترف فيكم وبالتالي انا لن اسلم حدا، لانه وقت بتقول هيك للمحكمه الدوليه غير ما بتقول هيك للبنان. لبنان عنده حق لأنه هيك الاتفاقية بتقول، بس لمحكمة دولية والمجتمع الدولي إذا قالت لا بتشكل لحالة إدانة معنوية كبيرة وإدانة حول صحة الأدلة أو صحة الدلائل اللي هي موجودة بالملف. بريد أكد طيب. أنا بريد أكد وقول إنه الكلمة الاتهام والإدانة مش لإلنا القضاء. نحن نتمنى أن لا يكون هذا الأمر صحيح، إلا إنه نحن نطلب من حزب الله إنه يمارس ممارسة تخفف الشبهات حول إمكانية أما حماية مجرمين أما شبهة حول مشاركته في عمليات إجرامية، لأنه أنا ما فيني أفهم ولا بقدر أدر الرأي العام أي منطق يقول إنه المطلوبين للمحاكم للمحكمة الدولية بمحاولة اغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري حزب الله يمتنع عن تسليمه وأعلن موقف رسمي، وكمان ما فيني أفهم إنه في شخص من كوادر حزب الله مطلوب في محاولة اغتيال الشخصية وبالتالي تيمثل أمام القضاء لإعطاء إفادته حزب الله مانع أن يجي. أنا برأيي وقت بيعمل حزب الله هذا النوع من المواقف تصدر عنه بيوضع نفسه هو بالشبهة، مش نحن بنوضعه بالشبهة. وأنا أتمنى لو حزب الله بيتخذ موقف مغاير وأنا ذاك بالشفافية بهذا الموقف بيرفع عنه الشبهة وبالتالي تسقط هذه الوقت، لأنه نحن بالرغم من هذا كله لا نسمح لنفسنا أن ندعي أو أن ندين أو أن نتهم. القضاء هو هذه الشغلة ونحن بنخضع للقضاء. سؤالي لسعادة الإمارة،
تسمحي لي بس نشوف بعدين. تفضل. بانتظار ورود جواب المحكمة الدولية على طلب اللي ذكرته بكلامك هلا، تعتقد رح يصير في تأخير بتعيين المحقق العدلي الجديد؟ لا خليني، خصوصا انه ولايته رح تنتهي بعد ايام قليلة. مظبوط، في الرئيس جورج كرم اللي هو المحقق العدلي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد جبران طويني، مدة خدمته رح تنتهي، رح يبلغ سن التقاعد قريبا. إلا أنه اليوم بالذات عندما تقدمنا بطلب توسع بالتحقيق والدعاء على الضابطين السوريين، اليوم بالذات اتخذ قرار، ما بعرف كان اليوم ولا امبارح، لأنه أبلغنا أنه مجرد طلع الخبر بوسائل الإعلام أرسل مذكرات للتحقيق فيها، ويعني وفقا للأصول القضائية العادية اللبنانية. طبعا اذا انتهت ولايته يفترض بالحكومه انها تعين بديل عنه ويتولى متابعه هذا الملف، وعلى الصعيد القضائي هذا امر طبيعي روتيني، كل ما انتهى واحد بتعين بديله ويتولى الملف. بس ان شاء الله بدنا نقول حدا مدته شوي طويله على الاقل يقدر يتابعه وينتهي منه. تفضلي. سؤالي لك يا حكومي، طبعا من اللحظه الاولى لاستشهاد الشهيد جبران طويني الكل بيتذكر الكلمه اللي حضرتك القيتيها اليوم يعني أول شيء كان هو عم بيعت الشيخ بطرس وقت اللي عم بيحكي كان عم بيحكي وإيه يعني مش عم بيتهم سياسياً، يعني حتى بقضيته وعم بيقول إنه إذا في شكوك الواحد لازم يروح على القضاء. نحنا كل اللي عم نطلبه إنه عنا ثقة بالقضاء إن كان اللبناني وإن كان الدولي، ما بدنا غير إنه واحد يروح ويعطوا بلاءتهم يقولوا إنه هن بريئين ونريح الشعب. نحنا أول شيء كعائلة حقنا نعرف مين قتل بي أو مين قتلنا جبران طويني، هذا الحق. مش عم نطلب شيء، لا بدنا ننزل على الشارع، لا بدنا نسيس ولا بدنا شيء، حقنا. إذا اليوم في شكوك نحن مفروض نروح على الآخر، إذا اليوم هيك وثيقة طلعت ونحن ما لحقنا فيها، اليوم بيقولوا عائلته تركينه، المحامي الموكل تركه، والشعب ما رح يقبل، يعني محبي جبران طويني رح ينتفضوا علينا، بفتكر هذا حقنا للآخر نعرف مين قتل الشهيد جبران طويني، يعني نحن ما عم نطلب شيء وما عم نسيس شيء ولا عم نعمل عمل على الأرض، لا نزلي على الأرض ولا نزلي نسيس، ما بدنا لا حرب ببلدنا ولا بدنا شو بيقولوا تشنجات بالبلد، كل اللي بدنا اياه نعرف مين قتل جبران طويني، هاي هي بس. على بعد شيء يا سيدي. شكرا يا شباب، أهلا وسهلا.